بعد انقطاع دام 16 عاما أقامت مديرية السياحة واتحاد الحرفيين بدير الزور مهرجان لؤلؤة الفراة للتجميل والتزيين الذي تضمن عرض أزياء للألبسة النسائية ومسابقات للتجميل والتزيين وانتخاب ملكة جمال الفراة. وبمهرجان هذا اللي تشاركنا به مع رفاقنا في اتحاد الحرفيين نؤكد على عودة الحياة وعودة الروح وعودة والأمل بالعمل. اليوم احنا في مديرية السياحة وفي وزارة السياحة آخر المتعافين، لكن احنا حقيقة كسرنا هذه المقولة أو هذا الحاجز، واحنا اليوم نبنا نتعافى ونقول من خلال هذه الفعالية اللي هي بداية إن شاء الله تكون بداية لفعاليات أخرى ومهرجانات أخرى في محافظة دير الزور. اليوم هاي المهرجان من 16 سنة يعني كان غايب عنا، وإحنا اليوم جددنا وعادة وعودة الحياة مشان نظهر للعالم إنه إحنا الحياة عادت عندنا، يعني ما أثر علينا شيء بإذن الله. يعني مسابقة ضمنت أجمل تسريحة، انتخاب ملكة جمال الفرات، وصيفة أولى لملكة جمال الفرات، وصيفة ثانية. تم اختيار ملكة الجمال بمواصفاتها بالنسبة للطول وللعيون فذلك، وبشاشة دوران الوجه بالنسبة، وكذلك الوزن يأخذ كذلك ملكة جمال الفرات أخذت هذا الحيز. أول شيء جمال الروح، وأنا بتشكر اللجنة الحكمة بنزاهة واهدي نجاحي لأمي ماما اللي هي ساندتني إنه وصل لهالمرحلة هي، وأنا أسعى لأكثر وأكثر. وأنا بمثل أهالي دير الزور وبتمنى إنه أكون أحسن وأحسن، وبشكر الجمهور اللي شجعني. تأتي هذه الفعالية لتؤكد حالة التعافي التي تعيشها دير الزور، وهي موطن الحضارة والسلام والجمال. للإخبارية السورية براهيم الظلي، دير الزور.